والتباك راه مات في الحرب اما شهيد راه في المعركه كيسي شجر لك الباك هذاك عصر كان الاعدام كيتنفذ هذاك التاريخ كان حكم وهذا حكم من هنا دخلوا حاده عند قاعده يسمونهم كان توافق ايه كلامك صحيح صراحه عندي الزهر تلاقاش مع الحفيد ديالو الحفيد ديال القائد عيسى بن عمر هو اللي خلى ليا لاكسي ندخل هنايا واو خوت رحت انا كنكتشف معكم راني ما عارف شنو كيدير حتى انا كندخل كنكتشف معكم بحال نتوما كاينين معايا هنايا شوف وبزاف الناس جاوا هنايا ولكن ما قدرتش ندخل هنايا حيت كيدخل ليها غير الناس اللي كيعرفوا البلاصه هذه عيسى بن عمر العبدي تولد في قبيلة البحاترة حدا آسفي سنة 1842 هو واحد القائد مخزني مغربي عين على رأس منطقة عبدة في عهد السلطان عبد العزيز بن الحسن خلال فترة وصاية صدر الأعظم بوحمد كان من أهم القيادة الكبار في المغرب في 30 سنة اللي سبقات الحماية الفرنسية تربطت شخصية القائد عيسى بالشيخة خربوشة واليوم جبتكم للقصبة اللي كان ساكن فيها باش نحاولوا نتعرفوا على الحقائق والقصة الحقيقية ديال الصراع اللي دام سنوات بين القائد عيسى والشيخة خربوشة باش نوصل للقصبة المهجورة ونتلقى مع ناس عارفين القصة الحقيقية ديال القائد عيسى درت واحد المجهود كبير بزاف اذا الا كنتي اول مرة كتفرج فيها ما تنساش دير جيم وتابونا فلاشين وكمل الفيديو حتى الاخر راه في مجموعة من المعلومات القيمة والتاريخية على بركة الله نورا كانت عدو داوة مع ولاد زيد حرب ما بينه وبين ولاد زيد كانوا هازين معاه الضد وشادين معاه لاكريز وهالضد كيفاش تشادينوا معاه حكم عليهم باش يجيبوا الزكاة ديال الحبوب وحكم عليهم ماشي حكم غير اعطاهم امر ما تقبلوهاش قال لي ما نعطوهاش ليك انت ما نعطوك الزكاة ديال الحبوب وما نعطوكش الزكاة ديال التيران وديال الخروف هو راه كيذبح يوميا تورو 20 خروف يوميا انا دابا عندي 3 وليدات طير اللي بغيت نشريه من الحانوت كيجيني غالي معايا يعني اوفريه وداك الشيء الله الله مع الجامي مع علينا كل رزق عند مولاه حنا كنهضروا راه حاكم على 5 القبائل عبده دكاله شيادمه حمر وزيتها الاخرى ناحيه جمعه سحيم كان عليها قيد كيقولوا ليه العياد قيد العياد معروف شاو معروف في هذيك ولكن عيسى كان عنده عاد التنفيذ ما يقرب ليك ما يمسك هما كيقول اكل كيفحل كيدير الناس في الحيو ودي الله يهديك قلت لي جد ولد 7 سنين كيقرا على الطالب وكان فقيه وقاري قران كامل والعلماء اللي كانوا معنا والعلماء قراو ليه ولادو العالم اللي قرا ليه ولادو سميتو محمد الشتوكي مدفون معاه في الضريح اللي قرا ليه ولادو كان توافق ايه كلامك صحيح انت يعني ترى مع ديما نسالك هذيك القصه اللي شفنا في الفيلم هذيك ماشي حاده انا غنعاود لك حاده والتباك راه مات في الحرب راه مات شهيد راه في المعركه كيسي شجر لك الباك شديتي مع العاده وشديتي مع الضد ومشيتي لولاد زيد وبركتي كتعايري في الراجل بالسب والشك وخيت ليك اليم واليام اليام يوم القرى والظلم وفينك يا عويصة فين الشال والمرشل هل غيرتي من عبد هل صفيتي من سياد بلا شفقة بلا تخمام ويلي حرقتي الغلة وسبيتي الكسيبة وسكتي نساكي في النعم يتلتي الصبيان بالعرام ويلي هذاك عصر سي ياسين واليوم عصر دابا في هذاك العصر كان الاعدام كيتنفذ هذاك التاريخ كان حكم وهذا حكم حدا ملي يعني جابوه ودخلوا لي قال لي قولي اش كنت تقولي فيا البارح قالت لي بلانتي نتوضا ونصلي وهاد البنت سي ياسين هاد البنت بعدا اللي كنصرح لك بها تعاودي يا جده قالت لي لا شتيت حمار قبل جمال كانت شاعره جمال سبحان الخالق اللي خلقها عطاها الله واحد جمال كيفاه
كيقولوا خربوشه قالت لي عاجز جدري واحد المرض وخسر لها الجمال ديال وجهها وما كانش العلاج بكري ما كانش الدواء بكري زرواله ما معنى اختي زرواله العينين ديالها زرقات بحال ديك قنيه الرومي عرفتي هذاك اللون اللي الكرايده الشعر ديالها كراد ما كيشربش الماء غنى داكشي اللي غنات في ناحيه السطات زيدون كانت بنت بقات عند القائد عيسى بن عمر هنا في الرياض كتعيش مع سميتها السعديه قالت لي مكوفه جدا من واحد الرجيله كتخنع بها بها شافت في حاده شافت في السعديه قالت لها طلبي عليا باك يسامحني اشنو قال سي عيسى لبنته ماشي ينطق بفمه ولا صافي لما تحاولي لما تحاولي دفعها للقاضي دوك اللي مختصين باش غيدوها راه موجودين واقفين تهزت ومشات عند القاضي القاضي حكم عليها بالاعدام ولكن هما كيقولوا سي عيسى هو اللي عدم حاده كذوب اللي عدم حاده سياسيين هو الشيب اللي كان في بلاصه الاعدام وعاودت لي جده كيفاش عدمها خو على اختي مقراش طيب طيب بالنار على الشازات ديالها هنا حاده رحمها الله من دخلت حاده ومشات مع هاد الباب من هنا دخلوا حاده عند القاعده عيسى بن عمر هي القاضي وهنا القاضي هادو هما القوده هادو هما القوده اللي حكموا لحاده بالاعدام كان واحد هنا وواحد هنا قاضي في هاد البلاصه قاضي هنا وقاضي في هاد البلاصه اش كاتبين تما العافي العافي وداخل في الكال القاضي الملك لله الملك لله دايره كاريه في القاعه وهنا هنا فين كان طامو مرت القائد عيسى بن عمر هي ثلاثه نساء اخرين هذوك اللي ما عرفتش السي ياسين ما قدرش نكتب نكتب عليك نقول لك اسميه الاسماء ديالهم المره الاولى هي طامو عن القائد عيسى بن عمر واخرين اخويا ما قديش نتقلد الاولى هي طامو هي طامو هي المره الاولى الاولى اللي راحت عنده عروس هي الاولى طامو ثلاثه هي اربعه كانوا كيعيشوا معاه هنا في هذه البلاصه وكل وحده بالناموسيه ديالها ناس هذه في الناموسيه ديالتها وهذيك تنعس في الناموسيه ديالها والحمام داخليا ديال النساء ديالو داخليا ماشي خارجيا هو عنده حمام كيعوم فيه هو بوحدو يمشي ما يعومش مع النساء ديالو هنا لا ما يتخلطش معاه والحمام ها هو كاين هنا في الرياض ديال النساء ديال القائد عيسى بن عمر اربعه كيعوموا هنا وهنا فين كان كيستقبل القياد وهنا فين كانوا المسخرين يدخلوا هنا شي ديال كيسان البلار البريق. وكان عنده هذاك الشيء ديال الاواني ديال الماكله الطوس تبصيل الا كان فيه السم وتحط كيتشق قدامه تشق الا كان السم في الماكله تبصيل كيعيق بانه كان السم كيتهرس الطياب اللي كانت طيفه 24 خروف داخلي دخلتي لي راه الدوخ راه الدوخ السياسيين في هذاك الشيء اللي باقي تما اللي تدوخ دابا داخلين وسط دار قيد السعيسه صراحه ما كنتش غندخل هنا في الاول كنتش غندخل هنا في الاول بزز باش لقيت السيد الحفيد ديالو هو اللي خلانا ندخلو عنده الساروت سبحان الله تقريبا شي 600 متر ولا 800 متر مربع غير كيف تسارع ويمشي وعيالات هنا الحمام اللي قلت لك شوفوا الرياض كيفاش داير واو شوفوا الرياض كيفاش داير من الداخل كما قلت لكم الزليل اللي كاين برا داك الباب اللي مسدود راه هو هذا كان صالون هذا كان صالون شوفوا السلي شوف ندخلوا هنا نشوفوا شنو كاين شوفوا تروش اها تعالوا نشوفوا شنو كاين الفوق ما عرفتش شنو كاين عمر حاد كان ديال العيالة ديالو كان عمر حاد كان ديال عيسى ديال النساء ديالو عمر حاد هنا حمام الواد الحمام راه كان الواد حار في الوقت الواد حار كي هو كي ديها مرحب راه فيها كتبان لك اجي تشوف اجي باش تعرف منها راه تاكد منها كان طواليت حشاك فري هذاك الشيء ما كاينش كذوب انا وما يزيد عليها وباقي واقف هو راه باقي كتشوف فيها ضربوا حتى 150 عام ولا كذوب الحمام كاين الحمام اخرنا ديال العافيه هنا في هاد البلاصه هنا من هنا كذب لنا هنا فين النساء ديالو كيعوموا في البلاصه هذه يعني دروج مهما متاكد هود كتدخل من تحت كدور من تحت هادشي كلشي كان تحت لاكاف من تحت تسد طايح لي داك الردم كثير بزاف مع الشام ترى كتشوف فيه واقف بحالو واقف غادي فيه يمشي هذه القبه ديالو فين كان تيجلس هنا فين كيستقبل الناس
باش عرفوا القبه ديالو. شوفوا كتب اللي كاتبين العلماء، كيفاش كاتبين العلماء اللي كانوا معاه. شوفوا كاتبين القراءه العز لله الملك لله ودائره اشتياق الحافظ من كل جراء شارك بال اكشام مريض واقف من اللي ملقاو ساكن ولو حتى وهزوا له حتى مشى شتاو والحاجه كدرتها واش كتصب لي طاحت صف كامل طاح كيمشي الا ما ترممش ما تصاوبش ريبش صح صح عام كيخرج الحمام اخر. شوف كي داير من هنا كيدخل من داك البوي بحال هذا كيدخل الحمام هذه البلاصه البارده ديال البارد كيدخل ليه خرج من تما يجي يجلس هنا يستراح الحمام عادي دروش كطلع الفوق ديال القصبه من كان قيد عيسى كيراقب فوق ديال الدار نطلع نشوفو شوف دروش كي دايرين دروش قريب عندهم شي 160 سنه واش كي باقيين شوف كي باقيين في السقف كيطيح راه خطر هذا الدراري خطر خطر بزاف قدر يقدر يطيح عليك هادشي نو طلعنا الفوق ديال القصبه ودابا مازال هابط نكتشف معكم شنو باقي كاين داخل حيت فيها بزاف ديال الخبايا فيها واحد لاكا فتحت الارض للاسف هو دابا مسدود ماقدرش ندخل منه قال لك كتمشي فيه واقف يعني حتى المعالي كتمشي فيه واقف هنا كان حمام حمام وهنا الصراحة ما عرفتش شنو كان بان لي القضية بحال شي لاكاف كيدير شي بلاصة مسدود شو كي داير من الداخل السيد قال لي حمام ولكن عرفتش مهم نتوما راك فهمتوني شنو بغيت نقول لكم شوف مسافه كبيره والمساحه ديال الدار كبيره بزاف هنا شنو كان هنا كان كوزينه طور 20 خروب اللي طيب الحموم كيف ديال الطياب هذيك كانوا شوف ديال البلاستيك التيران في الكاطيب والخرطه ديال البلاستيك هذه كانوا سراديب هادو دخل كانوا سراديب ما كتعرفش فين كيديو بحال المتاهة هني كيفاش هني بحال المتاهة حمام ياك حسن هنا كاين حمام بحال السرداب بحال المتاهة هذا كان حمام شوفوا النعمار ديالو فوق واعر بزاف وزليج كان شوف واعر بزاف وهذا كان حمام اخر وصرا ما كاين يبان والو الظلمه مازال نكملوا معكم مازال كاين ما يتصور زال ترى دخلت انا هو حق الله كندخل كنخرج من بلاصه اخرى دخلت 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 شوف شوف هذيك كتخرج شوف هذيك كتخرج الخروج ترى ما يمكنش انا ما عرفتش شناهي هادي ندخل لها هادي عرفت شنو كاين هنايا شو انا ما دخلتش ما تقولش باب هذا والله ما تقول باب هيا مو واردش لا ندخلش انا راه باقي كندخل لداخل مازال متوغل لداخل وسط الدار شوف شجره وسط الدار شو كيوا هذيك راه لويزه لوزه لوزه شام بقاك تعطي ماشي مسكينه مازال كاين بلايص اخرين كرمة تاهي نايضة شو لا كرمة في الوقفه هي واه الدار داخل اللي دخلتي ليها بوحدك ما تعرفش من تدخل ومن تخرج الا ما كانش معك شي واحد ود المنطقه اللي كيعرف الدار مزيان راه ما ننصحكش تدخل اصلا ما تدخلش حيت سادين بالساروج فاش خلنا لداخل راه ما عرفش من تدخل ومن تخرج حيت كلها بيبان كلها دخيلات خرجات راه 100% غتوتر 100% غتوتر شوف باب وسط باب وسط باب كتدخل من باب وتخرج من باب دوخ انا ندخل نوريكم شنو كاين داخل نكتشف معكم خوت راه حتى انا كنكتشف معكم راه انا ما عارف شنو كاين لا حتى انا كنطول كنكتشف معكم بحال نتوما كاينين معايا هنايا كما تشوفوا داكشي اللي كندخل كنوريه لكم اول مره غنشوفه راه عمرني ما شفتو وبزاف الناس جاو هنايا ولكن ما قدروش يدخلوا هنايا حيت كيدخل ليها غير الناس اللي كيعرفوا الباص هذه وانا
صراحه عندي الزهر تلاقاش مع الحفيد ديالو، الحفيد ديال القايد عيسى بن عمر هو اللي خلى ليا لاكسي ندخل هنايا. واو فين دخلت عاوتاني توترت عليه. شوف عاوتاني هذا راه بحال رياض اخر. شوف رياض شوف كيداير. اوري الاخر عاوتاني شوف قداش كل بيوتها. شوف العود كيفاش مصوب كرمه وسط الدار. صراحه انا كرمه وسط الدار كتخلعني ولكن ما عندي ما ندير. وهنا الناس كيف يحفروا على الكنوزه كيقولوا راه كاين الكنز. دابا ندخلوا للطريح ديال القايد. هنا فين دفن القايد عيسى بن عمر العالي محمد الشوكي اللي قرر سي عيسى ولاده. هو هذا السياسيين هذا الله يغفر لنا ولاه الله يرحمه الله يغفر له. هذا وكان صديق عيسى بن عمر خوه وما تكونش عنده هذيك الصداقه ما بين الخو والخو. وكان كيلصق بحال اليوم الحد في العشيه ملي قال ادال قالت لي جدال ديال المغرب الله اكبر كيقول سي عيسى حدي غدا غيوقع يوقع وراه باقي باقي الاثنين ما جاش وكيقول ليه راه غدا غيوقع وقع. هذاك القايد عيسى بن عمر كيدير حذاري اطونسيون من الكلام اللي قال لي هذا السيد الله يغفر لنا ولا بسم الله. هو اللي قرر لعيسى بن عمر قال لي ولادو كامل هادشي ديال الدين عليم والاسم ديالو الحقيقي هو محمد الشتوكي. اسم ديالو محمد والكنيه الشتوكي ونادت عليه الكارما بقدره الله السميع العليم عم بحدها ضلات عليه من جزر على الخارج حين كيبان لك عوان ملي تخدار راه واحد الجلسه هنا تشاد ديرها طابلو تعمرها بالرتاتي وتجلسي هنا في هذه البلاصه راسي عيسى في المسكونه. هذا هو الضريح ديالو عيسى بن عمر هو راسي عيسى ابن ديالو هذا ولدو هذا هو اللي كان فيها بحادة وقال بابا يتزوج بها قال لي غتزوج بشيخة قال لي ماشي شيخة قال لي شاعي ربا قال لي لا أنا عندي عداوة ما بيني وبين ولاد زيد دار لي برسول الله. المهم هو ما قبلش هذاك الكلام ديالو وشوف ولدو واش دار قبلت أو ما قبلتش. المهم هذا الكلام راه كاين راه ما دفنش وليدي السياسيين هنا جابوه من سلا جابوه من سلا وتقبوا قالت لي جدا تقبوا السور ما دخلوش من الباب الباب مسدو تقبوا الثانيه اللي يقولوا ولاد زيد سيخو الكبار ثاني يقولوا راه جابوه منه ويجوا لي ثاني هنا. صح راه دازت واحد العداوه قاسيه ما بين المعركه ديال القائد عيسى بن عمر والمعركه ديال ولاد قاسيه قاسيه راه الممكن على الموت. ورا السي عبد السلام هذا الابن ديالو واخا تحكم السياسي هذا هذا ما يقدرش يعاون يجي على الحكم اللي دوز هذا وما يقدرش على هذيك الامور اللي غادي بها بواه شي كثير شي كثير وما غايقومش وحال عاف القودات اللي كانوا هذا وحال عاف العلماء اللي قروه هو ميت. هذاك الشيء كاين ديال الذهب والياقوت والمرجان اللي غني قالت لي جده عبدو احمر 40 سنه وتي كتبيع في هذاك الشيء وما تقازاش فلوس. ولكن القايد عيسى بن عمر اللي عرف الاولاد ماشي هما هادوك ولادو اشنو دار داك الشيء كاين ديال الذهب وداك الشيء اللي ذكرت لك كاين ناد شاد شد الرسومه وثائق باش تمشي للكنز الوثيقه الا ما تكونش الوثيقه ما تجيبليش رسم رسم واخا تجيبي طالب واخا تجيبي عالم وتبغي تهبش على داك الشيء راه ما غاتجيبليش لان الجن ملي كتبقى دابا تكنس هنا الكنز هو هذا الجن جالس هنا مرست كتمرست ملي تقربي لها هو كيروغ عليك هنا ويخلي قضيه حفرين تحت راه هنا دابا كيصدو كيتصدو كيترصد ولكن الشيء باش جبديه هو الوثيقه الرسومه باش محطوط داك الشيء مردوم ولكن هو ذوك الرسومه اش دار لهم حراقهم في المجمر شعل فيهم العافيه قال اللهم في التراب ولا في ولادي ولكن ولادو راه هما اللي يرتكبوا الخطا. هذا الشيء الابن ديالو هو حكمته ولا ما حكمش؟ حكم عام 1950 حكم تا هو ولكن ما ما عنديش معلومات عليا انا اللي عزيز عليا والو اللي عزيز عليا ان القلب ديالي كيرتاح ليا ما هذا واخا تنعاود ليك ما كيدخل منه ما خلاش شي حاجه اللي تخليك تبقى تسول بحال وتجي تزور وتجي مع الناس مع المعلم. اصدقاء الفيديو ديالنا كيسالي هنايا دخلنا لوسط القصبه لداخل اللي اكتشفناها شفنا فيها بزاف ديال الحوايج واعرين شفنا المساجد شفنا الحمامات الصالونات شفنا القبات اللي كانت تجلس فيهم القائد عيسى بن عمر. للاسف هي ولات في حاله يرثى لها. علاش؟ حيت العوامل الطبيعيه كتساهم في ان الدار تريب. بقى فيها تقريبا واحد 40% اللي بقى واقف والشيء الاخر كله راب
بسبب الشتاء وسبب البرد وبسبب بزاف دوك العوامل اللي قلت لكم ديال الطبيعه. بزاف هاد الدار ما حافظوش عليها وما رموهاش، ما حاولوش حتى يديروا محاوله للترميم. باش كنجي انا هنايا كندير واحد المجهود كبير، كنضيع الوقت وكنضيع المال ديالي وكلشي والمجهود باش نصور لكم شنو كاين في هاد المناطق هادي. ما تبخلوش عليا بلي جيم ولي كومونتير. هادشي اللي كاين، تهلاو فراسكم بزاف. على بروجيه.